اولا مبروك على ماتش الاهلي، عايز اعرف ايه رايك في الماتش بشكل عام، وامتى حاسس انك عايز تنزل تلعب؟ لا انا طول الوقت حاسس اني عايز العب. يعني من ساعه ما بطلت انا حاسس ان انا نفسي ارجع العب تاني، لكن خلاص يعني ده احساس اي لعيب معتزل. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، للجهاز الفني، للعيبه، للجمهور طبعا، هارد لك لنادي الزمالك. النادي الاهلي موسم استثنائي بالنسبه له، عمل في الكوره كل حاجه، حقق كل حاجه ممكن تكون متاحه في البطولات اللي موجوده السنه دي. المباراه اللي في الدور الاول 3، فانت مسجل 7 اهداف في مباراتين في نادي الزمالك في موسم واحد، فعلى ما اعتقد ان ده رقم كبير يحسب للعيبه وللجهاز الفني. كنت مستني اهداف تانية؟ انا صراحه كنت مستني اهداف تانية، لان المباراه كانت تقبل ان يكون فيها اهداف تانية، بالذات كمان في الشوط الاول. يمكن طريقة لعب نادي الزمالك كانت انا من وجهة نظري كانت بداية خاطئة بالتشكيل يعني، او طريقة اللعب. النادي الاهلي استغلها وسجل 3 اهداف، لكن وجهة نظري كان عنده فرصة انه يسجل اكتر من 3 اهداف في الشوط الاول. التغييرات اللي اتعملت في الشوط الثاني من نادي الزمالك شوية خلت حسنت الاداء بالنسبة لنادي الزمالك، قدروا يسجلوا هدف وكان ادائهم افضل في الشوط الثاني. لكن في الاخر مباراة كبيرة بين فرقتين كبار، فاز بيها النادي الاهلي هو الاحق هو الافضل، و4-1 نتيجة كبيرة.